الحديث مشاهدينا عن أجواء العيد في العراق ونظرة العراقيين إليه حاليا. معنا من بغداد الكاتب الصحفي عادل الجبوري. مرحبا بكم أستاذ عادل، كيف تفسرون هذا الركود في الأسواق وكذلك في سوق الأضاحي في العراق؟ ألا يفترض أن يكون موسم الأعياد مشجعا لطبقات المجتمع كافة؟ اهلا وسهلا بك وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى مشاهدي قناه الرافدين الفضائيه. عيدكم مبارك. في الحقيقه هذا العيد هو ليس كباقي اعياد العالم. لقد شهد العراق اليوم طبقتين من المجتمع، طبقه منسحقه جدا وطبقه لديها المال ولديها الجاه، وهي الطبقة السياسية والسراق المال العام الذين ذهبوا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في أوروبا وفي دول الراحة. لكن هناك من في العراق منهم لا يملكون عشاءهم ولا يملكون. اليوم نهاية شهر والحكومة المتقاعدين لم تصرف لهم رواتب تقاعدية، وهم أكثر الناس اللي كانوا يضحون بالعيد. فمن أين تأتي الأضاحي؟ يعني الأضاحي من تريد فلوس، واليوم الفلوس ما متوفرة عند المتقاعد. والغني ذهب إلى أوروبا. فهذا اللي يصير بالعراق اليوم. العراق يعيش حالة تعيشة ولا كبقية الأعياد اللي كانت الطفل بها يطلع إلى المراجيح ويطلع إلى مناطق النوادي الحلوه. انه اليوم الطفل ما عنده فلوس، ما عنده اهله فلوس حتى يلبسوه قاب جديد او حذاء جديد. فلذلك نشوف اليوم العيد ليس كباقي الاعياد في العراق، ومع الاسف الشديد على العراقيين وعلى ما يعانوه من هذه الطغمه التي استولت على الحكم. نعم. يعني ما يحدث يصر العراقيون على تحميله للحكومة والأحزاب الحاكمة، على حين الحكومة تقول إنها تسير بخطة للتنمية والإصلاح، ولكن لا تظهر آثار هذه الخطة بعد. والله اللي يصير هو بالعراق في فيسبوك بس فقط، يعني أو إعلانات، لكن لم نرى من الحكومة ماذا قدمت الحكومة منذ 2003 اليوم. كهرباء ماكو بالعراق يا أخي، مي ماكو بالعراق، يوميا ينقطع المي على العوائل في العراق لساعات، وتشوف العالم تعيط انه مي، يابا الدنيا حارة وما عندنا مي. ماذا قدمت الحكومة؟ شوارع هاي تبلط شارع وتعوف شارع. ماذا قدمت الحكومة؟ ارتفاع في الأسعار. اليوم الدولار ب 147 و700، الأسعار ارتفعت، لكن وهذا هل يعتبر هذا نصر الى الحكومه؟ تقول احنا نبيع 132، لكنه ماكو حد يبيع 132. السوق الموازي 147 و700 اليوم، قفل البارحه. فهذه الامور فيسبوكيه فقط، البلد لا يعيش. يعني يا رئيس وزراء يجينا يشتغل بالفيسبوك، قررت سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا، لكن احنا ما نلبس لا طرق لا صحه. يعني لا، أنا يعني الوضع اللي يصير بالعراق وضع مأساوي. ماكو لا ديمقراطية، يوميا قايمين الدعاوي على الصحفيين اللي يحشون وينادون. أنا أول بارحة طالع من محكمة جناح الكرخ على قضية صحفية. طيب. أول بارحة أنا طالع. فهذا اللي يصير بالعراق يا أخي. اليوم العراقيين يعيشون مأساة مع الأسف عليهم منذ 20 سنة يعانون المأساة من استلام هؤلاء السلطة في العراق، الأحزاب الدينية الإسلامية، مع الأسف نقول الإسلامية. نعم. لكن هناك من يقول أنه الأوضاع في بغداد والعراق أفضل مما عليه أو مما يصوره الإعلام، مع تأكيد الحكومة أن هناك يعني من ينشر دوما أخبارا سلبية عن العراق وما يحدث فيه حاليا. ما مدى دقة هذا الكلام؟ والله انا اشوف الديمقراطيه في العراق غير متوفره للكتابه. لو اكو ديمقراطيه متوفره للكتابه ما كان المحاكم انترست بالصحفيين. يعني واللي تشوفوه اليوم الصحفي اليوم بس يكتب
100 واحد يقيم دعوه عليه، وهذا تشوفون اليوم حتى النواب بده يقومون دعوه، رئيس الوزراء قام دعوه على احد الصحفيين وجرجره للمحاكم قبل كم يوم. فاليوم الصحفي ما يقدر يحكي، ما يقدر يفك حلقه في كلمه تحق يقال انه انتقد هذه الجهه او هذه الجهه. الوضع في العراق مو مثل ما يصوره، واليوم لو اكو ديمقراطيه لكان فضحنا كل شيء على العالم ونقولهم ماذا يحصل في العراق، ماذا يحصل في العراق بالفيسبوك شكل وبالواقع شكل. نعم. القتل والمخدرات والسوء الحالة الصحية بالعراق، أدوية ماكو بالعراق، أدوية ماكو، مدارس مدارس يعني صورت ذاك اليوم واحد دكتوراه بالقانون ما يعرف يكتب. نعم. ما يعرف يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ونشرت بالفيسبوك، هذه مو أنا داعشيها، نشرت بالفيسبوك. يعني التخلف، الشهادات هاي اللي يجيبوها اليوم، عندنا ملايين شهادات الدكتوراه من إيران ومن لبنان يروحون يدفعون فلوس ويجيبوا شهادة الدكتوراه. هي بس أنا أخذ اسم دكتوراه، أنا هم دكتوراه، أنا عندي شهادة دكتوراه في التربية وعلم النفس، لكن لكن بعلم أخذناها في زمن كانت الرسالة أو طروحة الدكتوراه ما تنطي لأحد إلا يطيع حقها. مو مثل هسه يروح يدفع فلوس ويجي أنا أخذ الدكتوراه، يعني شو يسوي بالدكتوراه اللي هي ما بها علم؟ فهذا اللي يصير بالعراق يا عزيزي. نعم. هو فقط فيسبوك وليس على الواقع، والواقع لو كانت هناك ديمقراطية لتم كشف كل ما يحصل إلى العالم. نعم. إذن من بغداد الكاتب الصحفي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.